حاجة متوفرة ورخيصة، مضادة قوي للالتهابات، مضادة للأكسدة، كمان بتقوي القلب، مفيدة جدا كمان لصحة العظام، بترفع مناعة جدا، مفيدة جدا كمان للبشرة، للشعر، بتدي طاقة وحيوية ومصدر غني جدا بالبروتين لبناء الطاقة. يعني بذور متاحة وتمنها مش غالي. البذور دي باختصار شديد يا جماعة هي السمسم. السمسم أو الجنجلان اسمه كده في بعض الدول العربية، ليه فوائد كتيرة جدا، وكل الفوائد اللي قلت عليها دي بترجع إنه بيحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة ومضادات التهابات كتيرة جدا. لكن في نقطة مهمة جدا، احنا هناخد منه كام معلقة كل يوم؟ وناخده ني ولا محمص؟ وهي أعراضه الجانبية، يعني هي مضاعفاته اللي ممكن تحصل مع بعض الأشخاص. ده كله هنعرفه في حلقة النهاردة. نركز شوية في حلقة النهاردة. أول حاجة السمسم يا جماعة، يعني أول فايدة ليه إن هو يعني مفيد جدا لصحة العظام. عارفين كمية الكالسيوم اللي موجودة في السمسم بتساوي 7 أضعاف كمية الكالسيوم الموجودة في اللبن. كلنا عارفين إن الألبان غنية جدا بالكالسيوم. ما بالك بقى إن السمسم ده كمية الكالسيوم اللي فيه أضعاف، يعني 7 أضعاف الموجودة في اللبن. عشان كده هو بيدي متانة وقوة للعظام، بيمنع هشاشة العظام، بيعالج هشاشة العظام. ده رقم واحد. رقم اتنين، كمان مفيد جدا للقلب. أي حد عاوز قلبه يكون قوي، قلب شباب، عليك وعلى السمسم. ليه بقى؟ أولا هو بيقلل الدهون الضارة، وكلنا عارفين الدهون الضارة دي أوحش حاجة بتضر القلب. كمان السمسم بيحتوي على مواد مضادة للأكسدة، بيحتوي على دهون أحادية غير مشبعة، بيحتوي على فيتامين إي، وكلهم مفيدين لصحة القلب. تالت فايدة للسمسم اللي هو كمان بيقلل دهون الضارة اللي لسه قايل عليها من شوية. عشان كده أي حد عنده كوليسترول عالي، عنده دهون ثلاثية عالية، عنده دهون منخفضة الكثافة عالية، دي كلها يا جماعة دهون ضارة. بتقفل عندك الشرايين وتعمل لك ذبحة صدرية، وممكن كمان تعمل جلطات في القلب أو في المخ. عشان نتجنب ده كله، عشان نقلل دهون الضارة دي، عليك وعلى السمسم. كمان تالت فايدة أو رابع فايدة للسمسم إن هو يا جماعة بيحتوي على مضادات التهابات ومضادات أكسدة، ودول مفيدين في علاج خشونة المفاصل، مفيدين في علاج التهاب المفاصل. أي حد بيشتكي من التهاب في المفاصل عليك وعلى السمسم. كمان ممكن نجيب زيت السمسم وندهن بيه المفاصل، ده برضه هيقلل عندك الالتهابات والتوعية. كمان فايدة للسمسم عشان هو بيحتوي على زنك، وكلنا عارفين الزنك ده مهم جدا للطول، مهم جدا للمناعة، مهم جدا للذكاء، مهم جدا كمان ان هو بيعالج او بيمنع بعض الامراض الجلدية، مهم جدا كمان للشعر. عشان كده حاول تتناول السمسم لو انت عاوز تحافظ على كمية الزنك اللي عندك. كمان السمسم بيحتوي على السيلينيوم، والسيلينيوم ده يا جماعة مضاد قوي للأكسدة. كلمة مضاد قوي للأكسدة يعني هو بيحارب الجذور الحرة، بيطرد السموم من الجسم، بيحافظ كمان على صحة القلب، على صحة العظام، كمان بيديك طاقة وحيوية ونشاط اليوم، كمان بيرفع مناعتك جدا، كمان هو بيحارب وبيكافح السرطان. كمان يا جماعة السمسم بيحتوي على عنصر مهم جدا، وهو عنصر النحاس. النحاس ده يا جماعة مهم جدا لتكوين كرات الدم الحمراء، مهم جدا لمنع الشيب المبكر، مهم جدا لتقوية المناعة. عارفين كمية النحاس اللي موجودة في السمسم عالية جدا جدا جدا. كمان يا جماعة السمسم مهم جدا لتظبيط ضغط الدم، مهم جدا لتظبيط سكر الدم، مهم جدا للحفاظ على ضغط الدم عند المستوى الطبيعي وعند المستوى ايه اللي المفروض يكون عليه. عشان هو بيحتوي على كمية محترمة جدا من المغنيسيوم، وكلنا عارفين المغنيسيوم ده بيدي طاقة وحيوية ونشاط طول اليوم، لأن هو المسؤول عن إنتاج الـ ATP اللي هو إيه؟ جزيئات الطاقة. وكمان هو بيظبط ضغط الدم. عشان كده أنت لو عايز ضغط دمك يكون طبيعي في المعدل الطبيعي عليك وعلى السمسم. كمان في ميزة رائعة جدا للسمسم إن هو بيظبط الهرمونات. أولاً بيظبط الهرمونات النسوية، لأن هو بيحتوي على الفايتو استروجين. ده الاستروجين النباتي، ده اللي بيرفع عندك هرمون الأنوثة اللي هو هرمون الاستروجين. عشان كده السمسم بيقلل أعراض ما بعد الطمس، أو بيقلل أعراض ما بعد انقطاع الدورة الشهرية اللي هو سن اليأس. عشان كده أي واحد بتشتكي من
حبات ساخنه عندها سخونه واحمرار الوجه عليك وعلى السمسم. السمسم هيقل عندك الاعراض اللي بتجيلك مع سن الياس. كمان يا جماعه السمسم عشان هو بيحتوي كمان على السيلينيوم زي ما قلنا، فهو بيساعد في تكوين هرمونات الغده الدرقيه. اي مريض عنده كسل في الغده الدرقيه عليك وعلى السمسم. السمسم يا جماعه هيفيدك جدا. كمان السمسم كمان بيرفع مناعه جدا عشان هو بيحتوي على مضادات اكسده، بيحتوي على فيتامينات، بيحتوي على معادن. كمان يا جماعه السمسم بيدخل في تكوين او بيساعد في تكوين كرات الدم الحمراء، لانه بيحتوي على حديد وبيحتوي على النحاس وبيحتوي على فيتامين ب 6، والثلاث حاجات دول بيساعدوا في تكوين كرات الدم الحمراء. كمان يا جماعه السمسم شايفين يا جماعه الفوائد دي كلها، ده كله من معلقه او معلقتين سمسم كل يوم. كمان يا جماعه السمسم في ميزه رائعه جدا 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 ويا ريت كلنا ناخد بالنا منها، ان هو مفيد جدا للشعر والبشره. للشعر بيمنع تساقط الشعر لانه بيحتوي على مضادات اكسده وبيحتوي على فيتامينات كتير ومعادن كتير كلها مهمه جدا لعمليه تطويل ومنع سقوط الشعر. كمان مفيد جدا للبشره، بيدي نضاره وحيويه للبشره. ده كفايه السيلينيوم والزنك وفيتامين اي الموجودين في السمسم، دول كلهم مفيدين جدا للبشره، بيحارب الشيخوخه وبيأخر عندك التجاعيد. عشان كده يا جماعه نحاول نتناول معلقه او معلقتين كبيره من السمسم كل يوم، ما نزودش عن معلقتين كبار من السمسم، ويفضل السمسم المحمص، وهقول لكم ده دلوقتي. كمان في فايده رائعه جدا للسمسم ان هو بيحتوي على الياف. ال 30 جرام من السمسم بيحتوي على 3.5 جرام من الالياف. والالياف دي يا جماعه بتساعد في علاج عسر الهضم وعلاج الامساك، عشان كده اي حد بيشتكي من عسر الهضم، عنده الهضم بتاعه مش شغال كويس، عنده امساك، عليكم على السمسم. كمان السمسم عشان بيحتوي على فيتامين ب مركب، فيتامين ب 1 وب 6 وب 3، كلهم بيدخلوا في تكوين كرات الدم الحمراء، وكمان بيقووا الاعصاب. عشان كده اي حد بيشتكي من ضعف الاعصاب عليكم على السمسم عشان بيحتوي على فيتامين ب. نيجي بقى نقطه مهمه جدا، طب يا دكتور اعراض السمسم؟ انت عمال تقول لنا على فوائد السمسم وبصراحه انا هجري دلوقتي اشتريه. طب ايه هي اعراضه؟ اعراضه يا جماعه ان ممكن يعمل لك حساسيه في الجلد، يعني انت لو اخذت معلقه السمسم وحصل منها هرش، ارتكاريا، احمرار في الوجه، كان انت عندك مشكله او عندك حساسيه من السمسم. اي طعام يا جماعه يعمل لك حساسيه امنعه، يبقى رقم واحد انه ممكن يعمل حساسيه. رقم اتنين ان هو ممكن يقلل سكر الدم، يعني يعمل هبوط حاد في سكر الدم او في الضغط. عشان كده لو انت عيان عندك سكر وعندك ضغط وبتاخد ادويه للسكر وبتاخد ادويه للضغط، خلي بالك وانت بتتناول السمسم ممكن يعمل لك هبوط حاد. تاخده بحرص، تمام؟ انا ما قلتش ان هو ممنوع، بس تاخده تحت اشراف الطبيب المعالج. تالت حاجه المشكله، السمسم الني بيحتوي على حاجه اسمها الفايتك اسيد. الفايتك اسيد ده يا جماعه ده بيعوق وبيقلل امتصاص الفيتامينات والمعادن الموجوده في السمسم. طب ايه الحل؟ الحل حاجتين، يا اما ممكن نجيب السمسم الني وننقعه في ميه، نحطه في شويه ميه لمده 5 10 دقائق وبعد كده ناكله، يا اما نجيب السمسم الني ونحمصه لمده 5 دقائق، ما نزودش عن 5 دقائق. انت كده اتخلصت من الفايتك اسيد الموجود في السمسم، عشان ده هيعوق عندك الامتصاص الفيتامينات والمعادن. عشان امتصاص الفيتامينات والمعادن بتاعت السمسم، عشان السمسم يديك كل الفوائد، يا اما تنقعه في ميه يا اما تحمصه. دي برده نقطه مهمه جدا، وحط تحتها 100 خط. دول كانوا الثلاث اضرار للسمسم زائد كل الفوائد اللي قلت عليها. وما تنسوش من معلقه لمعلقتين من السمسم كل يوم هيدوك كل الفوائد اللي قلت عليها. وكمان في نقطه مهمه جدا، ما تزودش عن 3 معالق كل يوم، اكتر من كده ممكن يعمل لك زياده في الوزن، وممكن يعمل لك دهون على الكبد، ويعمل لك كرش، ويعمل لك ايه ترهلات وسمنه، لان هو ممكن يزود عندك الوزن بشكل ملحوظ لو انت اخدته بجرعات عاليه. لو انت اكلته او اخدته مع برنامج صحي بيزود الوزن، لان هو فعلا بيدخل في وصفات بتعالج النحافه. دايما السمسم ده يا جماعه مكون رئيسي في اي وصفه بتعالج النحافه. ده يا جماعه كانت حلقه النهارده، حلقه قويه، شيروها ونشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.